نتكلم في حاجات كتير قوي بقى في الكره المصريه وفي تاريخك وفي النادي الاهلي. وخليني ابدا معاك من مباراه الاهلي والزمالك برضو في نهائي افريقيا. وتقول لي كده اتفرجت عليها فين وشفت تابعت المباراه دي ازاي؟ هو طبعا الناديين دول اكبر ناديين في مصر جماهيريا ولعيبه وشهرة طبعا في العالم العربي. الناديين كبار جدا والاثنين صحابين بطولات فيهم نادي القرن نادي الاهلي طبعا. فالمباراه دي نتيجتها ما فيش اي حد يجرؤ او لو هو ساهر حتى يتنبأ بنتيجتها لانه الاثنين عندهم صفوه اللاعبين. فمباراه كانت جميله جدا ويمكن اول مره يبقى المباراه اللي ما بقاش فيها شد اللعيبه ولاعيبه مؤدبين في الملعب وكلنا طالبنا كده وكلنا كذا مره نقول اي لعيب يخرج عن النص لازم يتوقف مش يعني يتوقف مده طويله لانه كل العالم العربي يتفرج على الاهلي والزمالك. وقد ايه اللي بيبقى بطوله افريقيا يعني مهمه قوي للتحضير ليها وقد ايه بيبقى كواليسها مختلفه عن اي بطوله ثانيه وحضرتك بقى لعبت افريقيا؟ لا هو حتى سيبيني ارجع لك لورا يعني طبعا انت كنتيش اتولدتي. نادي الاهلي والزمالك ليهم طابع خاص واحنا بنلعب كان بيختاروا لهم يوم معين يعني يا يلعبوا قبلنا يا بعدنا. يعني احنا انديه مصر كنا عندنا 12 نادي ال 10 يلعبوا يا يوم الخميس يا يوم السبت والاهلي بيبقى بعد الاهلي والزمالك هم الاثنين. فكانوا مميزين يعني جماهيريا اعلاميا يعني انت عارفه نصهم اهلي وزمالك الاثنين فهم الشعبيه الكبيره الاهلي والزمالك وبعدهم الاسماعيلي طبعا.